تشوفي سوبرمان. إلا بقى مو معقول تقضي لي اياها نوم. شو اكلوا مرعى ولا صنعاء؟ مو معقولة هي. خير حنونتي خير. شو حنونتي؟ شو بديك؟ خلاص رح دور على شغل. يعني شايفتيني كثير مبسوط بقعدتي بالبيت؟ مبسوط ولا مالك مبسوط؟ ما بيهمني انا، المهم معك 3 أيام فقط لا غير، وان شاء الله ما تلاقي شغل لشوف. اتفضل افندي سوبرمان افندي، يلا خاطرة. شو هاي؟ ثلاث ايام. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، اخر يوم. امروا معي على المعهد نتسلى. شو بدي روح اعمل معك بالمعهد؟ لا غير شو بعرفني من نتسلى عمله. حبيبي تسلى لحالك، انا عندي شغل. لك امشي بالغلاظه. خلاص غسان روح موفق باي. طيب ليك بس بدك ترجع على البيت، لا تفوت من المدخل البراني، فوت من هذا المدخل. ايه يلا باي. ايش هادي؟ شو وينك بالمكتب؟ شلون يعني تركت الشغل؟ طيب اسمع، رح مر لعندك على البيت، بس اعمل لك رنه بتنزل لتحت. ما راح اطلع لعندك على البيت، هلا ستك بتتلبسني، بس اعمل لك رنه بتنزل. باي. شفت؟ طيب ابو اللول، هي البيت شفنا لك اياه، باخذه واتكل على الله. لك شادي، إذا دورنا أكثر ما بنلاقي أحسن منه؟ شو أحسن ما أحسن يا زلمة؟ أخذ لك بيت لقطة بيطير ضبانات العقل، يعني بعدين مساحات وديلوكس. خلص صاير عم تحكي مثل تبعات المكاتب العقارية بالضبط أنت. وشو بدك يعني أحكي مثل تبع المطاعم؟ شغلتي. طيب، إمتى بدنا نوقع العقد؟ اليوم، شو رأيك؟ مشي. صحيح شادي تذكرت، بدياك تشوف لي سيارة ما كتير تكون غالية، وبنفس الوقت هيك بدياها حلوة وبتلبق لي. لعيونك عندي سيارة لقطة بتطير العقل خالية العلام. بحبك يا شادي بحبك. شو بدك بهي ابو اللول؟ تعال تفرج، شوف هالقطعة المهيازة، شوف شوف ما اجملها. حزي حزي هالقطعة المهيازة. اولا خليك منطقي، وثانيا هاي السيارة لها اسمين، الحنونة والصابونة، واخيرا انت بدك سيارة تحن عليك تمشي معك تكون معك صريحة واضحة. لك شادي لؤي، انا لؤي شباب. شوف يا زلمه تسع بني ادم. اثبت لي لشوف. اها شو يعني صعب كثير بك شاي؟ لك انت شو ما عندك هون ولا؟ يخرب بيت البحر. كنت اختنقت. يلعنك ويلعن خصولك. انت بني ادم ليش؟ تسع بني ادم؟ خلص حبيتها اتكلنا على الله. وجهك. بعدين شوف السرعة 220 المسجلة تاتش اي بي سي اي اف جي فول اتش دي ا بي سي ام ان ان ما بعرف. خلص طلعنا برا. شوف لؤي بزمتك شوف ليك. شايفني؟ لك سيارة ميازة، لك فيها كاميرا يا زلمة، هاد بيتصور عليها مسلسل. الله يوفقك، في أحلى من هيك سيارة لقطة بالعالم كله؟ شوف سوبرمان. يا حنوني تعال الحقني شوف اللي جرالي، تيرارارارارارارا من بعدك. الله ما كان جاب الغلا يا من بعدك. هلا هيك العالم تستقبل العالم؟ شو عم تقصد؟ شو؟ أنا مالي عالم؟ احكي لي شوف. لك مو هيك قصدت، أنت عالم بس يعني كم مرة صرتي قايلة كلمة العالم اليوم؟ هلا ما بيهمني هذا الحكي كله، اشتغلت ولا لا؟ إيه طقطقت لي هيك كم طقطوقة وطلعت لي منهم قرشين نضاف. قديش؟ 7000 ورقة. حلو، إيدك عليهم. شو إيدك عليهم هي؟ إيه هات لشوف. ليش؟ أعطيني إياهم، إيدك مبخوشة ما بقى بإيدك قرش، هات لشوف. هاي 6 إليك و1000 إلي مشان المصروف. ماشي الحال، الله يسلم إيديك، بس أنا شغل الطيار ما بحبه، أنا بدي شغلة ثابتة. إن شاء الله بشتغل شغل ثابت. إن شاء الله. لأنه هلأ رفيقي لؤي طلع له ورثة
ورثة كبيرة من أهله، وأنا قنعته إنه يفتح مكتب عقاري وسلمني إياه. خلص رح أشتغل شغل على كيف كيفك، رح موت من الجوع. أمي حطي لي عشاء. خسا الجوع يا عمري أنت. بتعرفي أولا بحسك حنوني، ثانيا بحسك قاسية، وأخيرا بحسك جامعة هيك بين الحنية والأساوي، ما بعرف كيف. أنت كل ما بتكبر أكتر مخك بيكبر أكتر وعقلك بيكبر أكتر، لأنه أنا كل معاملتي إلك هي عبارة عن حب وعطف وحنان. لك أنا بحبك، أنت حبيب قلبي، وكرمالك رح زاوي لك العشاء. يا هلا مبي. أنه لؤي قديش بده يكون طلع له من ورثة أبوه. والله ونقشت معك يا أبو اللولة. يعني من بكرة فينا ندفع لعبون المكتب؟ أمتى ما بدأ، بس يعني أنا برأيي خليها الأسبوع الجاي. طيب ماشي. بدك شيء شادي؟ لوين رايح؟ عود لنخسرك دق طاولة. معلم أعطينا طاولة. لا لا معلم لا تعطينا شيء، أنا ما عاد فيني، فرطت تعبت كتير. لا تنسى تنزل بكرة تقعد على البازار وحاكيني مشان يجي يدفع الرعبون. ايه تكرم عيونك. سلام. الله معك معلم. أعطيني الحساب. أنور شو فتح؟ ايه فتح. حلو؟ ايه شو حلو؟ بيعقد بيشلك، رح ياكل من جسمك شقفة. شكرا حبيبتي. فيك تعملي لنا قهوة لك والمطبخ عندك مشان نحطها نقعد نشوف موبي. تكرم عينك حبيبي، بس لحتى فوت غير الفستان مشان ما يتوسخ بالقهوة. اوكي لكي تعالي. اساسا انا بدي اياكي تعملي لي القهوة بهذا الفستان، بلكي بتطلع قهوة سواري. خلص بلا زعلانة هلا. ولؤي فات بقصة المكتب العقاري هو وشادي، وعجبته القصة. طبعا شغل شادي ولؤي منضيف وفي بعض التجاوزات، يعني في شوية نصب. ما معنى القصة؟ والله يا شادي شكله ما في حل غير انه نقلل شمينته. شو عم تحكي انت؟ أولاً خليك منطقي، وثانياً الشغلة فيها زوغلة، وأخيراً ممكن بناية تقع. إن شاء الله هيك يا رب يا شادي، حفيدة لحكمة تطلع من هون وتوقع بشي ريقار. آمين يا رب. لك يا دب شايف كل هالبنايات كلياتها انشغلت هيك وليك واقفة واسم الله عليها، صار لها فوق 40-50 سنة. أبو اللول فهمني، شلون بدنا نظبطها مع المهندس؟ حبيبي المهندس اتركه علي، لا تاكل همه. إيه مثل ما بدك. ماشي. طيب شادي اليوم رح يمر واحد اسمه صفوان، بده 170 ألف ليرة، بتعطي اياهم ولا تعطي اياهم غير لتحاكيني؟ اي ما معي مصاري. ليش وين عم تروح المصاري؟ بالبناية يا زلمة، مثل البلوعة البناية، شو ما حطت لها بتاكل. لا حول ولا قوة الا بالله. سيك لقلك هاي شيك 170 ألف ليرة، تعطي اياهم بس يجي. سيك ماشي. يلا سلام. الله معك. So many heat number. ليش ما نزلوا الاتراكس؟ والله ما بعرف. قلت له عاد اهلين ابو اللول. كيفك ابو شور؟ شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ كله تمام. شو شادي كيف الشغل؟ رواق الرواق. الله يعطيك العافيه. شفته للمهندس؟ ايه شفته. قبل يقلي الباطون، بس يعني طلب سعر مانو قليل بالمره. قديه بده؟ نص مليون ليرة. نص مليون؟ لا لا نزله ل 300 ألف. مرحبا معلم لؤي. اهلا وسهلا. اهلين استاذ مهند. كيفك؟ لك شو يا زلمة ليش هيك مغلي علينا؟ لك مو مغلي عليه، بس بتعرف اذا انكشفت الشغلة رح توقع الضربة براسنا.
فيها سين وجيم يعني. حلو بخير ان شاء الله. خلص سيدي اتكل على الله. اتكل على الله. ماشي يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يلا محمد يلا خلي لنا اياك. شادي جيبوا اليوم المساء خلينا نعزمه بلكي بينزل لنا بالسعر شوي. اولا انت زلمه نظامي، وثانيا يقبرني ربك شو بحبك، واخيرا بتفهم. واليوم المساء رح يكون عندك قدام البيت لنعزمه على احلى سهره. ليش بحبك انا يا زلمه؟ والله ما بعرف. لاني بفهم. حلو بدك شيء؟ روح مهونه. باي الله معك.